بصراحه على اليمين ولا على الشمال. اهلا بيك، اتفضل. والنبي يا شيخ اديني دقيقه وبعد كده ما حدش يتكلم، بس اتفضل. قولي للاستاذ طارق عبد الجابر، ساعه ما كنت بتشتم جيشنا وضربت عيالنا وموتت الدنيا دي كلها، اخذت كام بالعماله؟ ومين اللي قال لك اعمل كده؟ رقم واحد. رقم اثنين، شوف خط احمر جيش، خط احمر عز بنايه، ما هو حد يعاقبني. وجاي تروح لما عرفت عداله السماء حتفضى على ماسك، عملت نفسك عيان انت وغيرك 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 وغيرك، عاوزين ايه من مصر بالظبط؟ اوعى تمثل علينا يا استاذ طارق، انت واللي زيك واي واحد شتم في مصر وشتم في الجيش وضرب اولادنا مش حننساه، مش حننساه، مش حننساه يا طارق عبد الجابر. انا بشكرك، وضحت الفكره، شكرا لحضرتك.